السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسماء من قناة Everything Good أسماء. اليوم يعني بعد غياب من التعاونات، هي اليوم وصفة جديدة ولكن بالتعاون مع قناة مغربية رائعة جدا، اللي هي شيوات فاطمة ووصفات الجمال المجربة. دونك قناتها رائعة جدا، يعني فيها وصفات مثلا للتخسيس، لزيادة الوزن، يعني وصفات مختلفة، حتى وصفات طبخ رائعة جدا جدا. أنا شخصيا نحب هذه القناة، وإنسانة متواضعة متواضعة لأقصى درجة، يعني فريمون ربي يعطيها ما تتمنى. راح تحضر لكم هي فاطمة، راح تحضر لكم حرشة في الفرن ان شاء الله. يا رب تشوفوا يعني الفيديو نتاعها وتزوروا قناتها وتشتركوا في قناتها، لانها مميزه جدا جدا جدا. وكما قلت لكم ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر ليصلك يعني باش تشتركوا فيها. وكما قلت لكم هذه دائما نقول لكم باللي ما راهيش يعني قناتي، ندخل بالكونت تاع زوجي باش يعني يشوف الوصفات. دونك هذه هي واش نقول لكم، تبعوا الفيديو نتاعي وتاعها، وان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديوين. بالنسبه لي اليوم انا عملت لكم وصفه جد سريعه واقتصاديه 100%. وهاد الوصفه يعني كانت امي الله يذكرها بخير ويخلي لكم كل امهاتكم ان شاء الله ويخليها لي. وصفه كديرها انا بكري هكذا في الكوتي في الصباح كي تنوض، وخفيفه خفيفه، وكنا نشتيوها نموتو عليها يعني ابار الكري وشي كلشي. دونك اللي هي مخدات مقليين يسموهم، انهم الشكل تاعهم يجي زين مخده. الوغ هاد المخدات اللي مقليين بالعسل، واش نحتاجو؟ المقادير هنا نحتاجو الى كاس صغير. انا ما عنديش كاس صغير، يعني ما لقيتش في الكيسان تاعي، لقيتهم بكل كبار ومتوسطين. الوغ كاس صغير هكذا، انا درت هذا الشاي ولكن هو كبير شويه على تاع الشاي. كاس صغير من الزيت، وكاس صغير ايضا من الماء. عندنا زوج ملاعق كبيره من الخل، اي خل عادي، وعندنا رشه ملح، واكيد فارينه باش نجمعوا العجينه نتاعنا. الوغ هنا حنصب الماء تاعي، لكن تحبوها مثلا ديروا كميه منها بزاف، انا حندير كميه صغيره، تقدروا يعني تضاعفوا في الكاس الا حبيتوا، ولكن احسن ديروا كاس صغير يعني كاول مره. عندنا هنا زوج ملاعق كبيره من الخل، الخل اللي يعاونهم بزاف على الانتفاخ في المقله. وعندنا رشه من الملح هكذا، نخلطهم شويه مع بعض، وراح نبدا نحط في الفارينه. يعني الفارينه وين، او الدقيق وين يتلملك، يعني تتلم العجينه. هنا بديت نحط الفارينه، كل مره تضيفي. حندير بالملعقه في الاول، ومن بعد نستعمل اكيد يدي، فقط تتلم وتولي طريه يعني متماسكه. نحطوها جنب، يعني سهله جدا. في الوقت هذا راح نبدا نسخن، لانها فيت في راح نسخن الزيت نتاعي، ونجمع راح نجمعها حتى تتكون لي عجينه متماسكه. نهاي لكم العجينه، راح نجيب يعني نقصها على زوج كبش تعاوني باش تجيني سهله نفتحها. يعني سهله، يعني تعود طريه. يعني هنا نفتحوا العجينه نتاعنا، ديروها شويه رقيقه، ماشي خشينه بزاف، ومش رقيقه رقيقه بزاف، المهم رقيقه تكون رقيقه. نفتحها مليح، والزيت راهي سخونه 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 هكذا. هذا من بعد ننزعهم معليش، ونبدا ندير بهذا الشكل.
ندير مربعات متساوية. بعد الماء نحطها تتقلى. نسيت تنويه فقط، سمحوا لي، الماء لازم يكون دافي، نسيت ما قلت لكمش عليها هاك فاش يكون يعني تتنفخ معليها شويه. دونك ترمي الوحده و ترمي فوقها الزيت، الزيت لازم يكون سخون كيما نديروا الكري واش يعني اكسيتيرا كوم يعني تتنفخ. ديريها كاري غادي لكم كيفاش تتنفخ باش اذا تبان عندكم سمحوا لي هكذا يعني نخليوها حتى تولي شويه هكذا محمره ونحوها تذوب مليح. زيد لكم وحده تتنفخ لي يعني لازم تزربي تصبي عليها الزيت هكذا باش تنفخ، باسكو كيما راكم تشوفوا ما فيها خميره ما فيها حتى شيء، جست لازم يعني دير وحدها. هاي لكم ما على باليش اذا راهي تبان عندكم، سينو راح نوري لكم وحده شويه منفخه. انتو ليكا راح نكملهم انا كامل ومن بعد نروح نعسلهم ونوريه لكم. حبيبتي هاي لكم الوصفة جاهزة. دونك انا اخترت كعبات فقط، درت يعني فنجان صغير وجاتني كمية هائلة تعبتني. دونك فوالا هاكو كيما راكم تشوفوا المخدات تاعنا راهم منفخين على الكيف. دونك كيما قلت لك ما ننساش باش ما تقولوش من بعد ما قلتلناش الماء يكون دافي، لاني نسيت في الاول في المقادير نذكروا. وتاني حاجه لازم يكون الزيت يعني سخون مليح مليح، ولما تحطيها تزربي فيت في يعني ترمي عليها الزيت كيما ديري سفنج اكسيتيرا. يعني الناس اللي يديروا سفنج وهذوك يعني مش الحمد لله يعني عفوا مش حتجيهم يعني حاجه صعيبه. دونك كيما راكم تشوفوا راهم منفخين وراهم ايضا يعني شهوا بنان، وان شاء الله يا ربي تسيوهم وان شاء الله يعجبوكم. بالسلامه، نحبكم كامل.